عدنا لكم مشاهدينا في روح الاتحاد، وتسعى جمعية الإمارات الرقمية لدعم المرأة لتوجيه الكوادر النسائية الإماراتية وتشجيعها على دخول هذا المجال والمجال التكنولوجيا وعلم الحاسوب وما بجانبه من مهارات ممكن أنها تكتسبها حتى تكون قادرة أنها تكون مميزة في هذا الجيل. طبعا نتعرف معاكم على دور هذه الجمعية وأيضا على هذه المهارات اللي تكتسبها المرأة من خلال ضيوفنا في الاستوديو الأستاذة إيمان عبيد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الرقمية لدعم المرأة، وأيضا المهندسة هاجر المهري مدير الاتصال وعضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات الرقمية لدعم المرأة. حياكم الله ومساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. يعني بداية نبغي نتعرف ونعرف المشاهدين على هذه الجمعية، جمعية الإمارات الرقمية لدعم المرأة. شو هذه الجمعية؟ أهم أهدافها ومتى بالتحديد تم إنشائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكركم على الاستضافة. جمعية الإمارات الرقمية جمعية ذات النفع العام، تم تأسيسها 2014 وتم الاعتراف فيها وإشهارها عن طريق وزارة تنمية المجتمع في 2014 مثل ما ذكرنا. قامت الجمعية على أيدي 20 إماراتية من في مجال نظم المعلومات، من باب شغفهم في هذا المجال ومن باب حبهم لنقل المعرفة للأجيال القادمة وبناء القدرات المواطنات أو حتى الطالبات في الجامعة وحتى توجيههم في هذا المجال. نعم. بالنسبة للأهداف والرسالة اللي تتبناها الجمعية، أهداف الجمعية تتعدد ما بين إعطاء المرأة دورها وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا. نعم. كذلك يتوسع في نطاق ثاني بحيث أن احنا ما نتركز فقط على التكنولوجيا، لكن احنا نسوي أحيانا بحوث في مجالات التكنولوجيا وتمكين المرأة وإلى أي مرحلة وصلت المرأة في هذا المجال، أو إيش كثر في الإمارات احنا عندنا تقنية وتكنولوجيا وإيش كثر ساهمت المرأة في هالمجال. كذلك احنا ندعم أي مشاريع من قبل الطلاب أو الجامعات في هالمجال ونبني دورهم ونساعدهم انهم يوصلون، نسوي شبكه ربط بينهم وبين الشركات او الجامعات او المؤسسات اللي ممكن تساعدهم وتنمي هالمهارات عندهم. جميل. اذا تمكين المراه في مجال التكنولوجيا بشكل عام وايضا كيفيه تسخير هذا المجال لكل المجالات الاخرى اللي مرتبطه فيه. بالتالي يجب ان يكون عندها مهارات مكتسبه ومهارات تكتسبها في عالم التكنولوجيا وايضا مهارات خاصه بها شخصيه تقدر انها توظفها في عالم التكنولوجيا والعالم الرقمي. بالتالي بكل تأكيد عندكم دورات متخصصة في ذلك عشان تقدرون أنكم تهيئون النساء في هذا المجال. فشو دورات أو ورشات العمل والبرامج اللي تقومون بتقديمها؟ الجمعية عندها عدة أنواع من البرامج وتقدم عديد من الأنشطة، منها بناء القدرات ومنها برامج إرشادية. ففي بعضها تكون مركزة على الطالبات الجامعة مثل برامج Life After Graduations نعدها في الجامعات بحيث أن نجيب أعضاء الجمعية اللي هم من القطاع العام أو القطاع الحكومي اللي شغالين في مجال نظام المعلومات ينقلون خبراتهم للطالبات في مجال IT أو حتى كليات التكنولوجيا وحتى المجالات الأخرى حتى الكليات الأخرى. البرنامج الثاني نحن نسويه اللي هو إيداو توك، اللي هو نحن نسوي مثل جاذرينج أو تجمع بحيث انه ننقل الخبرات. مثلا عندنا دكاتره يشوفون شو البحوث الجديده اللي هم قاموا بها وينقلونها من حيث انه ناس من المجموعات من القطاع الخاص او البنوك او حتى من الجامعات يتحدثون ويتناقشون شو الترند الجديد اللي في الـ في الـ في الماركت يعني. وغير كذي نحن نحاول نشوف شو المؤتمرات واللي ممكن نحن نوفرها حق الاعضاء ونشوف ونرشح عضوات او نشوف منو اللي حاب يحضرها ونسهل تواجدهم في هذه. غير شيء البرامج اللي هي مثلا اتش بي او الشيء المتخصصه التقنيه، وبعد عندنا برامج بناء القدرات اللي هي مثلا القياده، التصوير، التحدث امام الجمهور. نعم جميل. طيب جمعيه ما شاء الله لها نشاطات كثيره وادوار كبيره، ف من باب الترتيب اداريا لابد ان هناك شروط سواء شروط للاشتراك او من في بس تنظيميه، فاذا نتعرف على هذه الشروط اكثر.
غالبا احنا ما لنا شروط معينه للاشتراك، الكل يقدر يشترك حتى اللي يكون من مجال مش تقني وحاب يستفيد تقنيا. مثلا انا في اداره الجمعيه لكني ابدا مش من في المجال التقني. يعني غالب التخصصات اللي مش تقنيه احنا ممكن نستضيفها. جميل. الشروط نحن عندنا عضويات مختلفه سواء للمواطنين او غيرهم حتى للاعمار الصغيره. نتبنى كل العضويات وكل الاعمار، وفي كل لكل فئه عندنا برامج معينه تخصها او ممكن تفيدها. نعم. ويقدرون كل اللي حابين يكونون اعضاء معنا انهم يكونون اعضاء من خلال الموقع نفسه. نعم. بس من 15 سنه فما فوق صحيح؟ اي بس هي شرط العمر 15 سنه فما فوق. نعم. هناك فئات انتم مجزئين اللي يقدرون ينضمون لكم خلال فئات، لو تذكرين للفئات. هي فئات العضوية حسب العضوية الطلاب، والعضوية العاملة اللي هي الأشخاص اللي يكونون مواطنين ولهم الحق في التصويت في المجلس الإداري. أما العضوية الثالثة فهي للغير مواطنين. هذه هي الثلاث أنواع من العضوية. نعم. إذا بنتكلم الآن عن المردود اللي ممكن ترجع بالجمعية على المجتمع الإماراتي بشكل عام، إلى أي مدى ممكن تسهم هذه الجمعية في دعم وتوجيه الكوادر؟ الجمعية غالباً تنمي كل المهارات وتتوجه للمجتمع الإماراتي بشكل تقني، فإحنا نسوي برامج يعني ندرس الجو أو اللي محتاج لنا المجتمع حالياً ونسوي هالبرامج، ونشترك أحياناً مع معاهد وبرامج ثانية موجودة. نعم. مثلاً كانت من آخر برامجنا وأهم البرامج اللي سويناها برنامج براعي المستقبل. برنامج أو أسبوع براعي المستقبل كان مع الاتحاد النسائي العام، وهو كان برنامج موجه للطفل بشكل خاص. البرنامج هذا كان موجه في الفترة اللي زادت فيها المشاكل الإلكترونية والقضايا الإلكترونية فكان توعوي نوعا ما. فكان توعوي، كان من أهم التوجهات في البرنامج أن احنا ننمي الوعي الإلكتروني لدى الطفل بالشيء اللي يناسبه أو بالمرحلة اللي تناسبه. كيف يتعامل مع أي شخص غريب يكلمه على في وسائل الاتصال، كيف يستخدمها بشكل إيجابي. والبرنامج هذا استمر على مدى أسبوعين في إمارات مختلفة، منها راس خيمة وعمان وشارجة ودبي وبوظبي. كذلك كان في كم مهول من المتطوعين، يعني احنا جمعية غير ربحية، فالمتطوعين كانوا كلهم شباب إماراتيين أو غير إماراتيين. كذلك في مؤسسات وايد سهلت لنا، جامعة الشارجة، جامعة راس خيمة الأمريكية، إدارة راكمول، في شباب كثير ما بي أنسى حد يعني. كلهم تعاونوا، فريق سجايا الشارجة، وكذلك القيادة العامة لشرطة الشارجة كلهم تعاونوا معنا. حتى في السوشيال ميديا كان في ناس يتبرعون بوايد اشياء عشان يدعمون الحمله. الاسهامات جاءت من جميع اطراف المجتمع. نعم. هذا الشيء يعني كان متطوع وحاب ومتحمس. هذا الشيء نفخر به الحمد لله في مجتمع دوله الامارات. زين، انا ابغي يعني انتم مركزين على خلينا نقول على مجالين، مجال التكنولوجيا والعالم الرقمي، وعلى المهارات المكتسبه والتوعيه وغيرها. خلينا شوي ندخل في العالم الرقمي، شو اهم الاشياء اللي تقومون بها في هذا المجال؟ في العالم الرقمي والتكنولوجيا نحن نحاول قدر المستطاع نتبنى او حتى نحتضن الكوادر والابداعات اللي من اعضاء الجمعيه، بحيث اذا عندهم في ناس يكون عندهم في اعضاء يكون عندهم افكار انها تطوعيه او برامج ارشاديه، فنحاول قدر المستطاع نشوف كيف نقدر نسهل لنطلق هذه البرامج. في ناس في 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 نساء او حتى فئه معينه يكون عندهم مشاريع صغيره بتكنولوجيا معينه اللي يبدون هم مثلا عنده تطبيق معين يبون يشوفون كيف نقدر يطورونه، بحيث لان نحن عندنا حتى اعضاء من مختلف القطاعات، عندنا حتى من مثلا فيسبوك، عندنا ناس من IBM، عندنا من HP، فعندنا يعني مو فقط من جهات إماراتية، شركات إماراتية، ولكن حتى شركات خاصة أيضاً عالمية موجودة في الإمارات. فهم بالعادة حتى يطلقون أشياء مبادرات ويشوفون أنه مثلاً منو اللي يقدر يحضر، حتى أنه عندنا بعد جهات حكومية، أشخاص من جهات حكومية مختلفة في الإمارات، فيصير مثل تبادل خبرات. طيب هذا يخلينا نوصل إلى سؤالنا القادم، اللي هو هل لكم أي مشاركات خارج دولة الإمارات؟ بما أن ما شاء الله اللي مشاركينكم دول عالمية، شركات عالمية عفوا. نحن عندنا مشاركة واحدة إلى الآن، اللي هي السنة اللي طافت رحنا قمنا برحلة إلى غريس هوبر كونفرنس، كان في هيوستن الولايات المتحدة في شهر أكتوبر.
الفكرة هنا ان احنا حاولنا نطلع مجموعة من العضوات. المجموعة هاي تضم مختلف الأعمار، كانوا من الجامعة، في بعضهم ماجستير وبعضهم بعد يشتغلون في قطاع العمل. فكان كنا مرتبين لهم برنامج معين يحضرون كورسز أو سيشنز حتى أو ورش عمل خلال هذا المؤتمر، وكان بعد في رحلات أخرى على هامش هذه الزيارة. فكانت الفكرة أنهم يتبادلون المعرفة، يعني يوم يحضرون ووركشوب أو ورشة عمل معينة نرجع نتكلم عنها، شو اللي استفدتوا وشو اللي صار. في بعضهم كانوا مهتمين في مجالات معينة، في كانوا ناس، في طالبات من مصدر كانوا جايين. حلو، في كل التفاعل من حسب البيئة والعمل. صحيح. جميل، وحتى جاتهم أفكار جديدة حق بحوثهم اللي تستفيدون فيها في الدراسة. جميل. كيف ممكن الناس يشاركون معاكم يحصلون على العضوية سريعا فقط؟ هي من خلال الموقع، مجرد ما يحط يدخل بياناته في الموقع اللي هي edao.ae، والابلكيشن موجود على الموقع، يقدر يدخل معنا اونلاين ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لكم لوجودكم معنا اليوم، الاستاذه ايمان عبيد والمهندسه هاجر المهري، ونتمنى لكم التوفيق مره اخرى. حياكم الله. شكرا لكم.